خروجي في المعادي وشغلي في المعادي وقرايبي كلهم في المعادي، فيعني لا المعادي حياتي من الاخر. لا كل طلباتنا هنا موجوده في المعادي، سوبر ماركت، اسواق، كافيهات، كل يعني مكان يعني ممكن تقولي هو مغلق على نفسه، بس ان كان بقى الاشغال ابعد من المعادي بنضطر ان احنا نخرج براها. عندي اي كافيهات، عندي براند نيمز كلها، عندي لبس، عندي نوادي، عندي كل حاجه عندي. هحتاج اخرج تاني بره اعمل ايه؟ مش محتاج الا في الضروره القصوى بقى. مكان يعني مغلق على نفسه وتحس ان في طبيعه كده فيري كالم، هو هادي ملوش دعوه بالاحداث، يعني ما تحسيش فيه اللي هو التطورات او التوترات اللي بتحصل في البلد، لا تحسي ان كان هنا منعزل اكتر. سواء مظاهرات، سواء تخريب، سواء الكلام ده كله موجود في المعادي، ولكن طبعا مش بنفس النسبه زي اماكن تانية بره كتير يعني. الحمد لله المعادي امان ليهم. يعني هي المعادي تعتبر يعني كوكب منفصل عن بقيه الدوله، او هي يعني مش عايز اقول دوله مصغره جوه الدوله، ولكن هي ليها طابع خاص كده مختلف عن اي منطقه تانية يعني.